هرماس، طاقة اسمك رقم 9، طبعه مائي، كوكبه المريخ، يوم السعد الثلاثاء، الحجر الكريم الملائم الياقوت والألماس. السورة القرآنية المناسبة هي سورة النبأ. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا ملك، يا قهار، يا باسط، يا رافع، يا معز، يا سميع، يا كريم، يا حق، يا حي، يا مؤخر، يا آخر، يا منتقم. أنت إنسان فنان وموهوب، متعدد المواهب، مثقف، سريع التعلم والاستيعاب، اجتماعي، تهتم بمشاكل الآخرين، عاطفي ولطيف، متواضع، كتوم للأسرار، طيب القلب، حساس، سريع الغضب، عنفواني، متقلب المزاج. تحمل 3 عناصر في اسمك: عنصر النار، وعنصر الماء، وعنصر الهواء. لديك سفر في حياتك، تتعرض للعديد من العكوسات والنحوسات في حياتك الزوجية والعملية، كما تواجه بعض الأزمات الصحية، وتتعرض للعديد من الخلافات والمشاكل مع أقرب الناس إليك. تملك حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيش حياة سعيدة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.